أهلا بكم. ما زالت الأنظار متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة. هناك استقرت وفود المفاوضين الفلسطينية والمصرية والإسرائيلية في مسعى منها لتثبيت هدنة الأيام الثلاثة وتحويلها إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. الوفد الفلسطيني وضع شروطه الموحدة وسلمها إلى الجانب المصري. اليوم شهد سلسلة اجتماعات كان محورها الوفد المصري. التقى الوسيط المصري الوفد الإسرائيلي وسلمه المطالب الفلسطينية، ثم التقى لاحقا الوفد الفلسطيني في جولة جديدة لتقويم حصيلة الاجتماع المصري الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية أرسلت فريقا أمنيا برئاسة رئيس الشباك يورام كوهين لدعم وفدها في القاهرة. بالتزامن مع ذلك أرسلت إشارات ميدانية توحي بأنها ترغب في إنهاء مهمتها الميدانية. واصلت سحب العديد من الآليات العسكرية. أعلنت تسريح 30,000 جندي احتياطي، لكنها قررت أيضا نشر مجموعات خاصة للتدخل السريع على امتداد حدود غزة. أما الجامعة العربية الغائبة عن أي دور لها، فاكتفت بإعلان نية وفد من وزراء خارجية 4 دول أعضاء فيها زيارة غزة قريبا، تعبيرا عن تضامنها مع سكان القطاع. وقبل البداية بهذه التغطية الخاصة لآخر التطورات الميدانية ورصد هذه الهدنة في غزة ورصد حال السكان أيضا هناك وآخر التطورات السياسية من مباحثات القاهرة، نتوقف مع موجز لآخر المستجدات. مزة والزميلة وفا سرايا، وفا تفضل. شكرا لك سلمى والسلام عليكم. حذر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي من أن عدم التزام الإطار الدستوري سيفتح نار جهنم على العراق، لأنه سيصادر إرادة ناخبين ويفرض تدخلات خارجية في الشأن الداخلي. أمامنا انتخاب أو تكليف، هو بالحقيقة ليس انتخاب كما يتصور البعض، أن رئيس الوزراء لا ينتخب، وإنما هو مرشح الكتلة النيابية الأكبر التي ثبتت أنها الأكبر في الجلسة الأولى حصرا، ولذلك لا بد من تكليف مرشح هذه الكتلة مهما كان بالنسبة للآخرين، لأنه وفق السياق الدستوري هو المرشح. لهذا نحن ننتظر، ولم يبقى أمام الاستحقاق الدستوري إلا اليوم وغدا يجب أن يصدر التكليف لمرشح الكتلة النيابية الأكبر. بدأت اليوم محاكمة المتهمين بقتل الشهيد الفلسطيني محمد أبو خضير، فيما تظاهر أهالي الشهيد من شعفاط ومتضامنون قبالة المحكمة المركزية في القدس، حيث تعقد المحكمة جلستها ويحاكم في هذه الجريمة المستوطن يوسف حيين بن دافيد، الذي تزعم أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه يعاني اضطرابات نفسية في محاولة منها لإسقاط التهمة عنه. أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من جدة أن السعودية قدمت 1 مليار دولار إلى الجيش اللبناني لتعزيز قدراته في المحافظة على أمن لبنان ومحاربة التطرف، إشارة إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في كانون الأول ديسمبر الماضي تقديمها هبة بقيمة 3 مليارات دولار مخصصة لشراء أسلحة من فرنسا لمصلحة الجيش اللبناني. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو أن روسيا حشدت نحو 20,000 جندي على الحدود الشرقية لأوكرانيا. الحلف قال إن روسيا قد تتذرع بتنفيذها مهمة إنسانية أو مهمة لحفظ السلام لإرسالهم داخل الأراضي الأوكرانية. ميدانيا قتل 18 جنديا أوكرانيا وجرح 54 في مواجهات دارت شرق البلاد خلال الساعات 24 الماضية بحسب ما أعلن متحدث عسكري. من جهة ثانية، أعلنت السلطات المحلية في مدينة دانيتسك مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف الجيش الأوكراني غرب المدينة. وفي الإطار نفسه أعلن مجلس لوغانسك أن المدينة تعاني نقصا من في الأغذية والوقود ومشكلة إزالة النفايات. أكد البنتاغون مقتل جنرال أمريكي في هجوم نفذه جندي أفغاني في مجمع عسكري قرب كابول، وهو القتيل الأمريكي الأعلى رتبة في أفغانستان منذ 2011.
وقد وقع الهجوم في مجمع تابع لوزارة الدفاع الأفغانية مخصص للتدريب العسكري، إذ فتح المعتدي النار على مجموعة من العسكريين وجرى قتله بعد ذلك. وأورد مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن الحادث أدى أيضا إلى جرح 15 شخصا بينهم 8 أمريكيين والكثير من الأفغان. ووفقا للجيش الألماني فإن جنرالا ألمانيا بين الجرحى. ختام الموجز، عودة لمتابعة التغطية مع سلمى. شكرا للزميلة وفاء سرايا. إذا أفاد مراسلنا في القاهرة بأن الجانب المصري اجتمع بالوفد الإسرائيلي في العاصمة المصرية وأبلغه المطالب الفلسطينية بشأن غزة. الوفد الفلسطيني الرسمي إلى محادثات القاهرة كان قد التقى ظهر اليوم الوفد المصري لمتابعة البحث في إيجاد تهدئة دائمة للوضع في القطاع. غراسيا بيتار والتفاصيل. ثقيل حمل الصمود، لكن الفلسطينيين اختاروه. يؤمن كثيرون أن فلسطين تتألم عن كل العرب، وباسم سعيها الحثيث لاستعادة دورها على ساحة العرب تستضيف القاهرة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد 29 يوما على العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة. إنه وقت الهدنة الصامت على مضض. الفلسطينيون كما الهدنة صامتون إلا عن العزة، تضحك قلوبهم لانسحاب العدو. لا كهرباء، لكنهم مستمرون بنور النصر، يطلبون من المقاومة ما تقدمه لهم وربما أكثر. موافقة فصائلها على المشاركة في مفاوضات القاهرة وضعه البعض في خانة حفظ ماء الوجه المصري، لكنها موافقة مشروطة بساعات معدودة وبعدم التراجع قيد أنملة عن المطالب وفي مقدمها فك الحصار عن غزة. كتائب القسام أعلنت بصراحة أنها تتعامل مع حالة التهدئة الحالية كمرحلة مؤقتة، وأن السلوك الإسرائيلي هو ما يحدد سير المعركة ومآلاتها. أما مسار المقاومة فواضح ويمكن اختصاره بعبارة: المعركة مستمرة حتى نيل حقوق الفلسطينيين المشروعة، وأي حديث عن نزع سلاح المقاومة ترويج إسرائيلي. إسرائيل من جهتها تعترف بأنها فشلت في إنهاء المقاومة، تروج أنها قضت على كل الأنفاق، ووسائل إعلامها تخصص برامج لشرح شخصية المقاتل الفلسطيني. بعثتها للتفاوض وصلت إلى القاهرة برئاسة رئيس الشباك يورام كوهين بحسب يديعوت أحرنوت. الصحيفة كشفت أيضا أن الوسيط المصري مخول تمديد فترة الهدنة المؤقتة إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. مصر السيسي تريد أن تحقق نصرها الخاص في إدارة المفاوضات، قد تصطدم بمن يسعون إلى مزاحمتها على هذا الدور، وقد تختلط الأوراق على طاولة المفاوضات في القاهرة، لكن ورقة الفلسطينيين عبر وفدهم الموحد ثابتة: لا عودة إلى الوراء، فما بعد الهدنة ليس كما كان قبلها. نبقى في غزة، ومن حي الشجاعية معنا مراسلنا أحمد شلدان. أحمد، في هذه الهدنة خرج أهل غزة لتفقد المنازل الممتلكات، وأيضا هناك الوضع الإنساني والشهداء تحت الأنقاض. هل ما زالت عملية إخراج الجثامين مستمرة حتى الآن، وهل من حصيلة نهائية لهؤلاء الشهداء؟ تقريبا عملية إخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض توقفت بالأمس أو اقتصرت بالأمس على استخراج ما تبقى من بعض الشهداء في مناطق خان يونس وفي مناطق شرق الشجاعية. الحصيلة طبعا تجاوزت أو اقتربت من 1880 شهيد سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر لمدة 29 يوم على قطاع غزة. المواطنون عادوا إلى بقايا منازل، لم يعودوا إلى منازل بمعنى الكلمة، وإنما إلى بقايا أو ما تبقى من منازلهم. يمكن للصورة هنا أن تتحدث عن فعلا ماذا يعني بقايا منازل. يمكنكم أن تشاهدوا بعض المواطنين يحاولوا استخراج ما تبقى من الأغراض التي دمرت تحت أنقاض منازلهم حيث استهدفت في حي الشجاعية. لدينا هنا أحد المواطنين ممن فقدوا منازلهم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدي. الآن أنتم بعد ما فقدتوا المنزل وين توجهتوا وين رحتم؟ كلنا راحت الناس على المدارس.
وقعدت في المدارس وين بدها تروح؟ ناس فيش لها حاجه خلص زي ما انت شايف، كلها راحت المدارس الاولى وضربوا المدارس على فوق رؤوسهم، يعني انت زي ما انت شايف طلع الدمار حواليه، وين ما بتمشي في دمار طول الشارع هذا، اكثر من قلب بيت تقريبا. طب المنطقه هذه منطقه حدوديه، الان انتم رجعتوا وتجمعتوا في هذا المكان، تعتقدش انه في خطر على حياتكم هنا؟ وين ما نروح؟ يعني اي منطقنا وين عشنا؟ ما بنعرفش نعيش في منطقه غير هذه المنطقه، هيك حياتنا خلص. عشنا في هذا وتربينا، ما بنعرفش نعيش في منطقه غير هذه المنطقه. طلعنا غربه مش عارفين نعيش، هذا منطقنا وين بنعرف نعيش بس هنا بنعرف نعيش. طب الاحتلال لما دمر منزلك او حرص على انه يهجرك من هذه المنطقه، هل نجح في هذا الامر؟ لا ما نجحش، ان شاء الله غير نعود نبني ونضلنا نبني، ان شاء الله احنا مع المقاومه حتى اخر نفس ان شاء الله. شو الرساله اللي حتوجهها للمقاومه الفلسطينيه؟ ان المقاومه تضلش ان شاء الله، ان شاء الله حتى ترجع البيوت وترجع كل، حتى ترجع بقيه فلسطين ان شاء الله يا رب العالمين. واحنا من المقاومه حتى اخر نفس بتموت كل الناس وتنزل كل الدور. وحضرتك انت ايضا فقدت منزلك في هذه المنطقه او عشت ظروف صعبه جدا، الان كيف الظروف الانسانيه؟ هل يوجد ماء؟ هل يوجد كهرباء؟ كيف تقدروا تدبروا اموركم انتم طول اليوم قاعدين في هذا المكان؟ ما فيش ولا حاجه، ولا حاجه للعيشه هان. احنا بنقعد هنا بس بنروح بنجيب من اخر من عند السجاعيه ميه وبنرجع. بنبعث واحد اثنين يجيب لنا ميه، لا في كهرباء ولا في ميه، فيش حياه. ما دام ما فيش حياه وما في اي شيء لاستمرار هذه الحياه، ليش متجمعين في هذا المكان؟ ليش وقفت انت في هذا المكان؟ وليش قاعد على انقاض البيت حتى؟ صامد هنا بدي ارجع هنا وارجع ابني، لو بدي اقعد في خيمه هنا حجرين بدي اقعد فوقيهم، وايش ما بدهم يسووا اليهود يسووا. راح نرجع نبني ونعمر ونجيب اولادنا هان كمان. وكل اللي سووا الدمار هذا على الفاضي، ما سووا فينا ولا حاجه، المقاومه صامده واحنا صامدين. طب الان هناك مفاوضات تجري في القاهره بين المقاومه وبين الاحتلال الاسرائيلي بطريقه غير مباشره، وهناك شروط للمقاومه، ما هي كلمتك للشروط التي طرحتها المقاومه، وما هي كلمتك للمقاومه التي تفاوض الان الاحتلال في القاهره؟ احنا مع المقاومه، وايش المقاومه بتشرط احنا معاها، لانه لولا المقاومه احنا كنا هان تدمرنا، كان خلونا نصل البحر، لولا المقاومه هان دكتهم وعندهم هان كتله بقى هان عمليه على راس الشارع 13 شهيد صار، وهي شيالاتهم وباقي دباباتهم كله بقى هان. لو ما فيش مقاومه كان احنا دمرونا اليهود بالكامل، وقد ما دمروا برضه راح نرجع. نعم، احد المواطنين هنا يريد ان يحضر لنا دليل داغم على حجم المقاومه في هذه المنطقه. هذه هي الشيالات او ما يتم حمل الجنود الجرحى الاسرائيليين عليها، يمكنكم مشاهده يعني بعض اثار الدماء على ما يبدو تركت على هذه الشيالات، تركها الجيش الاسرائيلي خلفه، ومجرد استعمالها في هذه المنطقه دليل على وجود مقاومه قويه ادت الى وجود جرحى ووجود. انا شايف في المنطقه هذا عندك اعلام رايه فتح وحماس والجهاد الاسلامي. احنا هان مع بعض وحده وطنيه نؤيد المقاومه، سواء كانت فتح، حماس، جبهه، سرايا، شعبيه، مهما كانت احنا هان مع المقاومه، سواء كانت كل الفصائل صامدين رغم الجراح، رغم الدمار، رغم القتلى، رغم الدمار الشامل، رغم المنازل المهدمه، رغم الجرحى، نحن صامدون هان. سنعاود بناء المنازل من اول جديد في كل حرب. حرب حجارة السجيل، حرب الفرقان، حرب العصف المأكول، صامدين إلى آخر نفس في حياتنا. سنعيد بناء المنازل، الطابق الأول والثاني والثالث، سنزرع الأشجار وسنبني الأبيار، سنعيد بناء كل المنازل سواء كلفنا هذا الغالي والنفيس، ما ظل شيء. إحنا هان صامدين لأنه أطلع المنازل والبيوت والمستشفيات، مستشفى المعاقين، المستشفى التأهيل الطبي، ما ظل المنازل، روضة الأطفال، الحق في الحياة، المستشفيات، المدارس، ما ضل شيء هان. احنا بدنا نعاود البناء ثاني من اول جديد حتى لو كلفنا اخر شيء في حياتنا. طب الان الاحتلال الاسرائيلي لا يبعد عنكم اكثر من كيلو متر واحد، يعني نحن من هنا ربما نستطيع ان نشاهد يعني من 500 الى 600 متر نشاهد الموقع العسكري الاسرائيلي، ما هي يعني كشاهد عيان ما هي طبيعه المقاومه التي جوبهت بها الدبابات الاسرائيليه في هذه المنطقه؟ كانت هنا مقاومه صامده، احنا لو بنقدر نخش كان فرجيناك كيف اثار الدبابات خلف دوالي مغني، مطمومة طمينها يعني مش قادرين يسحبوها، طمينها وماخذين كل العدل عليها. هاي المقاومة كانت مقاومة شرسة مع الاحتلال، لأنه شرس مع البشر والآدميين. نحن هاي لازم نكافح. هنا دق المنازل بألف 16 من طن، من 500 لطن، لطن ونص، لثلاثة طن. تم دق منزل عائلة جندية، وتم دق منزل آل شمالي، استشهدت منه ختيارة مسنة. قاتلوا على التكاثر على الختيار وعلى الاطفال وعلى النساء، ما قتلوا من المقاومه ربع ولا 2% مما قتلوا من الشهداء اللي وصلوا 2000 او 8000 شهيد غير الجرحى.
لكن احنا صامدينها والحمد لله. يعطيكم العافية. طبعا هذا المكان الذي نتواجد فيه هو مكان لا يبعد كثير كما تحدثنا عن منطقة الحدود بين قطاع غزة وبين الاحتلال الإسرائيلي. في الأفق نستطيع أن نشاهد موقع نحل عوز والذي اقتحمته المقاومة الفلسطينية. أحد الأطفال هنا يمكنكم طبعا يمكنكم أن تشاهدوا بقايا القذائف المدفعية التي سقطت على رؤوس الأطفال في هذا المكان. شو اللي حامله أنت معك؟ صاروخ. لما صارت الاجتياح الإسرائيلي والقصف وين كنت أنت موجود؟ في المدرسة. طب شو رسالتك لإسرائيل اللي بترمي عليك هذه القذائف؟ حسبي الله عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هذه رسالة الطفل الصغير والشيخ الكبير والشاب والمرأة في هذا المكان جميعهم، يعني أنه لا حول لهم ولا قوة في هذا المكان، ولكن تبقى كلمتهم الأولى والأخيرة أنهم مع المقاومة قلبا وقالبا رغم ما لحق بهم من أذى وما لحق بهم من دمار. هذه المنطقة شهدت تدمير بمئات المنازل. الإحصائية الرسمية تتحدث عن أكثر من 10500 منزل دمروا بشكل جزئي وأكثر من 1700 منزل دمروا بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 42 مسجد بشكل كلي و 132 مسجد بشكل جزئي. نعم أحمد شلدان مراسل الميادين كنت معنا من حي الشجاعية في غزة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه الجولة أيضا في غزة. عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر شدد على أن سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش. الطاهر وفي اتصال مع الميادين أكد أن كل الفصائل تتمسك بسلاح المقاومة ما دام هناك احتلال على الأراضي الفلسطينية. هناك بعض التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن أن إسرائيل تقول بأنه لا يمكن الموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة إلا بعد سحب سلاح المقاومة، وأن إسرائيل تطالب بأن تتم عملية رقابة شديدة على كل شيء يدخل إلى القطاع أو يخرج من القطاع وإلى آخره. نحن نقول بكل وضوح أن مسألة نزع سلاح المقاومة هي أطراف أحلام وأوهام، ولا يمكن أن نقبل من حيث المبدأ مناقشة هذا الموضوع. هذا الأمر غير قابل للجدل وغير قابل للنقاش. نحن سنبقى نتمسك بسلاحنا. الاحتلال قائم، من حقنا أن نقاوم هذا الاحتلال وهذا العدوان. وإذا طرح مثل هذا الأمر لن نقبل بمناقشته أساسا. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني في مباحثات الهدنة بالقاهرة عزام الأحمد قال إنه ينبغي أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى دائم وشامل لكل العمليات العسكرية. أن يكون هناك اتفاق على أن يتحول هذا الوقف لإطلاق النار إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية برا بحرا جوا وبشكل دائم، و مصر بصفتها التي ترعى هذه التحرك مدعومة من المجتمع الدولي. الولايات المتحدة تحركت، على الولايات المتحدة أيضا مسؤولية في تحمل التزام الجميع بذلك. إلى ذلك قال مسؤول إيراني للميادين، قال إن طهران تدعم مصر في مساعيها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن القاهرة تؤدي دورا إيجابيا ومساعدا للفلسطينيين في هذه المرحلة. المسؤول أشار إلى أن طهران تعد تبني مصر للورقة الفلسطينية موقفا يستحق التقدير، مبديا استعداد طهران لأي تعاون مع مصر في خدمة الحق الفلسطيني والمساهمة في إعادة أعمار غزة. من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الفلسطيني في غزة انتصر على أكثر الكيانات دموية. روحاني أكد أن الشعب الإيراني سيبقى إلى جانب الشعوب في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان. وبشأن المفاوضات النووية قال روحاني إنه كما أكد قائد الثورة فإن إيران تبدي مرونة بطولية، لكن المرونة المذلة والاستسلام أمام القوى الكبرى ممنوعان. بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن سياسة إيران الثابتة هي دعم الفصائل المقاومة في فلسطين. أفخم قالت إن الدعم الأمريكي الشامل للكيان الصهيوني مقلق. ندعو المسؤولين الأمريكيين للنظر مرة واحدة فقط إلى صور ضحايا غزة. نحن نرى أن الدعم الأمريكي الشامل للكيان الصهيوني مقلق. سياستنا الثابتة هي دعم فصائل المقاومة.
ومعنا الآن طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من غزة. أهلا بك سيدي الكريم، تتابعون المعلومات الآتية من القاهرة أول بأول، ماذا في آخر المعلومات لديكم؟ يعني لا يوجد شيء جديد، لأنه بعدما التقى الوفد المصري مع الجانب الإسرائيلي و طرح مجمل ما تضمنته الورقة الفلسطينية المصرية ومضامينها، بالتأكيد لأن طبيعة هذه المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة، نقل الوفد المصري للجانب للوفد الفلسطيني مضامين ووجهة النظر الإسرائيلية. لا زال اللقاء ما بين الوفد الفلسطيني والوفد المصري قائم إلى حتى الآن، وكل ما يعني يطرح في وسائل الإعلام وما يتوفر لدينا أن هناك إصرار لدى الجانب الفلسطيني مدعوما بالموقف المصري على القضايا التي تناولتها الورقة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وهذا الإصرار بالتأكيد سيمكن الوفد الفلسطيني وبالوساطة المصرية من خوض مفاوضات أنا أعتقد أنها صعبة وشاقة ومريرة مع هذا الجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يرفع سقف يعني اشتراطاته وشروطه على قوى المقاومة، ومحاولة تكبيل الجانب الفلسطيني بمجموعة من القيادات تمس يعني المسائل ذات البعد المقاوم. ولهذا يعني معلومات دقيقة إلى حتى الآن لا نستطيع أن نقول أنها متاحة ومتوفرة، التي نستطيع أن نقول أنها الأمور تسير في اتجاه يمكن أن يوصل خلال الساعات القادمة إلى شيء، لكن كل ما نقوله أن المفاوضات لازالت مستمرة والمفاوضات شاقة، وهناك يعني تعقيدات في هذا الجانب، ونحن لدينا إصرار بالجانب الفلسطيني مدعومين بالجانب المصري وبتفهم المطالب الفلسطينية من العديد من الأطراف المجتمع الدولي. سيمكن أنه خلال الساعات أو الأيام القادمة قد تفضي يعني هذه العمليات التفاوضية عن شيء. نعم، هل يمكن أن نتحدث بتفصيل أكثر عن أبرز هذه العقد حتى الآن؟ يعني الجانب الإسرائيلي لا زال يضع العصا في دواليب بإمكانية التوصل من خلال مطالب عالية، مرة يتحدث عن سلاح المقاوم، ومرة يتحدث عن الأنفاق، ومرة يتحدث عن اشتراطات فيما يخص السلع التي يمكن أن تدخل وتخرج من قطاع غزة على قاعدة فتح المعابر التي تربط قطاع غزة بالكيان الصهيوني. أنا أعتقد هذه محاولات من الجانب الإسرائيلي للضغط على الجانب الفلسطيني في إطار هذه العملية التفاوضية، بالإضافة إلى الميناء، بالإضافة إلى الممر الآمن الذي يصل قطاع غزة بالضفة الغربية، وبالإضافة إلى المطار. أنا بعتقد هذه قضايا الاحتلال يرى فيها يعني قضايا ومطالب ذات مغزى سياسي وليست ذات أبعاد إنسانية، ولهذا هو يحاول أن يرفع هذا السقف كأحد أشكال الضغط على الطرف الفلسطيني في إطار هذه المفاوضات. نعم، غزة انتصرت في النهاية، المقاومة انتصرت، لكن هل الانتصار على الأرض في الميدان برأيك سيدي كافي لتحقيق مكاسب في السياسة، طالما أنه الجو الإقليمي يمكن الحديث عنه هو جو الدولي، وخاصة الحليف الأكبر لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم إسرائيل، هل يكفي الانتصار على الأرض؟ يعني بالتأكيد الذي انتصر صحيح المقاومة، وانتصر الشعب الفلسطيني الذي صمد في وجه آلة الحرب وآلة الدمار في ظل هذه حرب الإبادة التي خاضتها إسرائيل. يعني المقاومة فعلت فعلها بفعل هذه الحاضنة الشعبية وبفعل الوحدة الكفاحية في الميدان، وبالتالي هذه تشكل نقطة ارتكاز ونقطة انطلاق وإصرار للوفد الفلسطيني الذي يملك عامل قوة آخر، وهي وحدة الموقف الفلسطيني والتوحد حول العناوين الرئيسية لأي يعني عملية تهدئة وفقا للشروط التي حددها الإجماع الوطني الفلسطيني. لكنه هذا غير كافي، يعني جامعة الدول العربية عليها دور رئيسي وأساسي في دعم هذا الجانب الفلسطيني والوفد الفلسطيني، وحتى العملية السياسية تستطيع أن توصل إلى نتائج وفقا لما يعني يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني. بعض الأطراف الإقليمية اليوم قد يصل توني بلير و
يعني كذلك ممثل الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان إلى القاهرة. بعتقد أنه في ظل الموقف الأمريكي الحاضن لإسرائيل والذي يحاول دائما أن يعني يعمل باتجاه خدمة ما يسمى أمن الكيان الصهيوني، بالتأكيد لهذا قلت هذه المفاوضات شاقة. الطرف الفلسطيني بمفرده، صلابة يعني الموقف الفلسطيني وتماسكه ووحدته، نعم عامل رئيسي وحاسم وأساس في معركة التفاوض السياسية، ولكنها وحدها لا تكفي. هذا بحاجة إلى دعم عربي، بحاجة إلى دعم إقليمي، بحاجة إلى دعم دولي من أجل أن يشق هذا طريقه، على الأقل على المجتمع الدولي الذي بقى صامتا طيلة العدوان على قطاع غزة ولم يحرك ساكنا. إذا أراد لحالة الهدوء أن تستقر في المنطقة عليه أن يخرج من هذا الصمت، وعليه أن يدعم هذه الحقوق التي في جوهرها هي حقوق إنسانية للشعب الفلسطيني. أما إذا أردنا أن نتخلص من العدوان وتتاليه كل عامين على شعبنا الفلسطيني، هذا لا يمكن أن يتجسد إلا بالرحيل الكلي لهذا الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 67، لكنه هذا يفتح طريق النضال أمام شعبنا الفلسطيني لاستكمال مرحلة تحرر الوطن. أستاذ طلال أبو ظريفة، أبقى معي من فضلك. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري دعا إلى اغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة والمحادثات المقررة في القاهرة لإعادة إحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والبحث في حل الدولتين. كيري أمل أن يمثل وقف إطلاق النار في القطاع فرصة للأطراف للتباحث في مسائل وصفها بالأساسية على مدى أبعد بشأن صناعة السلام، ومن بينها كيفية نزع صواريخ المقاومة وسلاحها والتقدم نحو مستقبل أفضل بحسب تعبيره. ومع توقف العدوان الإسرائيلي وآلة القتل الإسرائيلية، خرج أهل غزة لتفقد ممتلكاتهم وأخراج ثمين عدد من الشهداء التي بقيت محتجزة تحت الأنقاض. وشيع اليوم أهل غزة في مناطق مختلفة عددا من شهداء العدوان. المشيعون رفعوا شعارات فصائل المقاومة وأكدوا التمسك بخيارها ونددوا بجرائم الاحتلال بحق أهل غزة. فيما لا تزال عائلة الشاعر تبحث عن جثامين شهدائها تحت الركام بعد فقدانها شهداء، تؤكد العائلة صمودها ودعمها للمقاومة حتى آخر نقطة دم. أحمد غانم. نحن الآن أمام منزل عائلة الشاعر التي تعرضت لقصف إسرائيلي من قبل طائرات الإف 16، أبيدت بشكل كامل. هؤلاء يعني الناجون من قصف هذه العائلة لا زالوا حتى اللحظة يبحثون عن ما تبقى من جثامين الشهداء في هذا المبنى أو في هذا المكان الذي راح ضحيته ربما أكثر من 10 شهداء حتى هذه اللحظة، ولا زال هنالك تحت الأنقاض. الجميع يبحث. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس لو سمحت، على ايش بتدور الان؟ على ماذا تبحث؟ إن زميل هنا مستشهد، او بندور على الشلال الباقيين له ضايلين. في شاب وبنته واخته صغيره عمرها 7 سنين، لسه الحين مش لاقينهم. طب ليش بتدوروا بايديكم؟ فيش ماكينات، فيش معدات؟ الوضع صعب كثير، فيش حد واقف معنا ولا جايلنا. وين انتم؟ الدول العربيه خانتنا ولا واحد واقف معنا غير ربنا بس. وبرغم حالة الدمار الكبيرة التي شهدتها عائلة الشاعر، إلا أن الناس هنا صامدون صابرون، وكلهم فخورون بأنهم قدموا الشهداء. يعطيك العافية حجي. الله يعافيك. هل أنتم بالفعل انتصرتم اليوم بعد كل هذا الدمار وهذا؟ قول نعم نعم نعم، انتصرنا، نعم انتصرنا. كسرنا أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. مرغنا أنف نتنياهو في التراب. لقد تمرغ أنف نتنياهو ومن وراءه، حتى من تاريخ هرتزل كلهم تمرغوا في التراب الآن تحت أقدام المقاومة التي لا تعتمد في مقاومتها إلا على الله وحده. فإحنا الحمد لله منتصرون حتى الآن، فدانا. نحن نبعث أولادنا بكرة، نبقى نعلم أطفالنا وأولادنا كلهم شهيدين. إذن هذه لوحة صمود كبيرة يسطرها الناس هنا بالرغم من الدمار وآلة الموت الإسرائيلية، إلا أن الجميع يحمل معنويات كبيرة. الجميع يؤكد على الانتصار، الجميع يؤكد على أن كل ما قدم الآن من دماء تحت هذا الركام وكل ما قدم من شهداء ما هو إلا ضريبة طبيعية يجب أن يدفعها الجميع لقاء التحرير ولقاء عودة هذا الوطن من رفح جنوب قطاع غزة ومن فوق ركام عائلة الشاعر. أحمد غانم، غزة، الميادين.
شكرا لأحمد غانم. أعود إلى ضيفي الكريم طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معنا مباشرة من غزة. قبل أن أدخل في الوضع الميداني سيد الكريم، دعوة كيري إلى اغتنام فرصة المباحثات مباحثات القاهرة لتصل إلى إعادة إحياء المفاوضات بين الدولتين حل الدولتين وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كيف تقرؤونها وهل يمكن لهذه المباحثات أن تصل إلى هذه النقطة فعلا؟ يعني جون كيري هو الذي راعى المفاوضات التي استمرت 7 أشهر وتوقفت ب 29 نيسان، هو يستطيع أن يجيب من الذي دمر مبدأ حل الدولتين؟ أليست إسرائيل بسياسة الاستيطان وبعملية التهويد وبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات ورفضت حتى تجميد ولو هادئ للاستيطان من أجل انطلاق عملية سياسية؟ نحن متمسكون بالجبهة الديمقراطية ومعنا كل الفلسطيني كافة القوى، لا عودة لأي عملية سياسية دون وقف كامل للاستيطان، دون إعادة بناء العملية السياسية لكي تكون على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها إقرار إسرائيلي بالانسحاب إلى حدود 4 حزيران عام 67، وتكون رعاية من الدول دائمة العضوية لمجلس الأمن وليست الرعاية الحصرية والوكيل الحصري للولايات المتحدة التي أثبتت هي التي غطت في كل العمليات التي مضت على مدار 20 عام سياسة الاستيطان، وهي الحامية للكيان في إطار كل المؤسسات وهي التي تقدم يعني الدعم. وزارة الخارجية قبل أيام خلال العدوان على قطاع غزة هي من يعني أقر أن هناك يعني على مدار 10 سنوات سيقدم للاحتلال 30 مليار دولار لإعادة ترميم بنيته العسكرية بما فيها القبة الحديدية والاقتصاد. دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية حاضنة للاحتلال وتقوم بتقديم كل يد العون تعيد وتسليح حتى الطائرات التي قتلنا بها والتي قصفت بها البيوت هي من صناعة أمريكية والدبابات من صناعة أمريكية. إذن نحن نقول لا عودة لأي عملية سياسية إلا وفقا للشروط والاشتراطات التي حددها الجانب الفلسطيني، وعلى الولايات المتحدة وكيري ألا يخلط الأوراق وأن يربط ما بين مسألة التهدئة ووقف إطلاق النار في هذه المرحلة بالذات بأن هناك أفقا قد يفتح للعملية السياسية. لن يفتح هذا الأفق إلا بوقف كل هذه السياسات الصهيونية على الأرض بدءا من الاستيطان وصولا إلى عملية التهويد وبناء كل المسألة على أساس شرعية الدولية. عليها أن يمارس ضغطا على إسرائيل لوقف كل عدوانها وأن ترفع الحصار الظالم عن شعبنا الفلسطيني الذي قتل الآلاف من الأطفال ومن النساء بفعل الحصار الظالم والذي إسرائيل وصلت بحد معاقبة شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة إلى جرائم حرب. أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية والعدالة والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالجانب الفلسطيني يعني لا تعير وزنا لكل هذه المبادئ ولكل هذه القيم. لهذا الإصرار الفلسطيني على أن نبني على إنجازات المقاومة وصمود شعبنا إنجازنا الأكبر بالاستمرار بالنضال حتى إنجاز أهدافنا بالحرية والاستقلال. كيف تقرؤون أستاذ طلال الدعم الإيراني للمبادرة المصرية؟ يعني بالتأكيد ننظر له بإيجابية عالية وهذا خطوة بالاتجاه الصحيح، ويعني كنا نأمل أن يكون موقف العديد من الدول الإقليمية والإسلامية والعربية أن يكون على الأقل يرتقي إلى مستوى هذا الموقف الذي أعلنت عنه يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس كذلك بس بهذا الجانب السياسي ودعم المبادرة لأنها تدرك تماما أن سياسة المحاور هي واحدة من العوامل التي أدالت عمر هذا الحرب على شعبنا الفلسطيني، واستغلال الورقة الفلسطينية والصراع على من يثبت تهدئة على الأرض واحدة من العوامل التي أطالت عمر هذا الحرب وعمقت آلام شعبنا. لو هذا الجهد الإقليمي كله توحد في إطار رؤية واحدة ما لاستطعنا أن نحقق خطوة في إطار هذا الصراع مع الاحتلال وفي إطار مجابهة هذا العدوان. ولم تكتفي إيران بهذا الجانب بهذا الموقف، كذلك بالموقف الآخر الذي أدانت فيه التسليح أمريكي لإسرائيل وأكدت بالمقابل أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلا دعم المقاومة للصمود بوجه هذه الآلة التي تدعم الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا
المقاومة والشعب الفلسطيني يقدر للقيادة الإيرانية وللشعب الإيراني هذا الموقف الذي نعتبره موقف متقدم ويرتقي إلى مستوى ما يجابه شعبنا الفلسطيني. نعم، إسرائيل سحبت العديد من الآليات العسكرية بالتزامن مع ما يجري في القاهرة على المستوى السياسي، وأعلنت تسريح 30,000 جندي احتياط، وقررت نشر مجموعات خاصة للتدخل السريع على امتداد حدود غزة. ألا يعني ذلك أن هذه إشارات ميدانية توحي بأنها العملية الميدانية العسكرية العدوان الإرهابي على غزة سيقف؟ يعني هذا يؤكد على أنه إسرائيل تستخدم كل وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني وتعطي إشارات تخدم بها الرأي العام الإسرائيلي والمكونات السياسية للجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل بهذه الحرب قوتها وقدرتها على الردع لا زالت قائمة وقادرة على التدخل بأي وقت كان من أجل يعني تدمير أنفاق أو وقف العمل المقاوم اتجاهها. كل هذا لا ينطلي على حد. بالمقابل قوى المقاومة أكدت هي الأخرى أن التهدئة القائمة حاليا هي تهدئة إنسانية، على قوى المقاومة أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تعيد قوى المقاومة ترتيب وضعها من أجل يعني مجابهة أي حماقة يمكن أن يقدم عليها الاحتلال، لأنه لا أحد يؤمن هذا الجانب لهذا الاحتلال، وعلى يعني الأطراف جميعا أن تأخذ هذه التهديدات الإسرائيلية بعين الاعتبار. يجند 30 يجلد 80,000 ما لم تدخر إسرائيل جهدا بهذا العدوان ولم يعني تضع أي إمكانية لمواجهة المقاومة مواجهة شعبنا الفلسطيني أو أي وسيلة إلا واستخدمتها ضد شعبنا الفلسطيني من الأسلحة المحرمة دوليا إلى القنابل التي تزن طن إلى طائرات F-16 للاستطلاع، البوارج البحرية، كل شيء استعملته إسرائيل. ولكن المقاومة الفلسطينية من جهة وصمود شعبنا هم الذين كسروا قوة الردع الإسرائيلية التي لم تتمكن 7 جيوش عام 67 خاضت معركة لمدة 7 أيام مع إسرائيل أن تنزل بإسرائيل هذه الهزيمة أو أن تكسر قوة الردع الإسرائيلية أو أن تقتل هذا العدد الواسع من الجنود الإسرائيليين، ولم تبقي المستوطنين داخل الملاجئ على مدار أكثر من شهر، وأن تجعل الاقتصاد الإسرائيلي يمر بأكثر مراحله تأزما وأكثر مراحله انهيارا، بما فيه حتى العديد من الدول التي يعني حاولت أن تمنع وصول الطائرات انطلاقا من أن هناك مخاطر تهدد المناخ الجوي الإسرائيلي. هذا كله وقائع موجودة على الأرض، ليست ندعيها من جانب إعلامي أو دعاوي، هذه حقائق ووقائع على الأرض. ولكن نحن قاتلنا بصلابة، قاتلنا بإيمان، بقناعة، بعدالة قضيتنا، بالدفاع عن شعبنا، لكن إسرائيل استعملت وسائل ضد شعبنا نفس الوسائل التي استعملتها النازية، لذلك الصهيونية هي الوجه الآخر للنازية في هذا الحرب التي استعملت ضد شعبنا الفلسطيني. مؤسسات الدولية بما فيه المؤسسات الحقوقية والإنسانية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار ما جرى بقطاع غزة، وعليها أن تحاكم هذا الاحتلال الذي اخترق كل القيم، كل المبادئ، كل المواثيق، كل الأعراف، بغض النظر عن يعني جوهرها إنساني أو قانوني أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان. هان المسؤولية الدولية في هذه المرحلة بالذات عليها أن تتحرك. أشكرك طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا من غزة. في المقابل يعيش مستوطنو الجنوب هاجز أنفاق المقاومة وصواريخها، وهو ما دفعهم إلى رفض العودة إلى تلك المستوطنات برغم كل الوعود التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون. منال إسماعيل. دعوات المسؤولين الإسرائيليين المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات المحيطة بقطاع غزة للعودة إليها لم تلقى آذانا صاغية. لن أعود إلى كيبوتس نير عام حتى ينتهي تهديد الأنفاق، ولا يبدو لي أنه انتهى حتى الآن. لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤساء بلديات من مستوطنات الجنوب لم يفلح في إقناعهم بالعودة، ويشجعهم على قرارهم هذا اعتراف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بعدم وجود ضمان بأن كل الأنفاق دمرت. معظم السكان في المستوطنات الجنوبية ليسوا في منازلهم، وبعضهم لا يعتزم العودة إليها لأنهم يخافون، يريدون التأكد أنه لم يعد هنالك أنفاق تحت منازلهم.
نحن لاجئون في دولتنا، ننتقل من مكان إلى آخر ولا نعرف ماذا نفعل. عشرات آلاف المستوطنين هجروا مستوطناتهم القريبة من قطاع غزة، 80% منهم يخشون العودة إلى منازلهم بسبب الأنفاق، إضافة إلى عدم ثقتهم بوعود المستويين السياسي والعسكري كما تقول صحيفة يدعوت أحرنوت. فجأة أدركت أنه حفرت مدينة سفلية تحت الأرض. على المؤسسة الأمنية كسب ثقة من جديد وثقة الكثير من مستوطني الجنوب، كانوا وافقا على العودة للعيش هناك. هذه وظيفة المؤسسة الأمنية، ولا أذكر أني صوتت في الانتخابات الأخيرة لحماس، فلماذا حماس إذن هي من تديرني؟ سقوط الصواريخ والخوف من الأنفاق تسببا بهلع ليس فقط لمستوطني الجنوب بل لكل الإسرائيليين أيضا. وأظهر استطلاع للرأي أن 33% منهم باتوا لا يستطيعون النوم ليلا. المستوطنون يدركون أن الهدوء الذي قد يعيشونه مجرد وهم، يقول محلل، فالخطر الذي يتهددهم لا يظهر على وجه الأرض حصرا، بل هو مدفون عميقا في باطنها أيضا. إلى لندن، حيث تصاعدت الانتقادات السياسية والشعبية ضد سياسة حكومة كاميرون المؤيدة لإسرائيل والرافضة لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. آخر هذه الانتقادات جاء من وزيرة الدولة في الخارجية البريطانية سعيدة وارسي، التي قدمت استقالتها احتجاجا على سياسة الحكومة البريطانية تجاه ما يحدث في غزة. موسى سرور. يبدو أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بات يحرج موقف حكومة كاميرون المساند لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. الموقف الحكومي المؤيد لإسرائيل أحدث انقساما داخل البيت الحكومي بعد إعلان سعيدة وارسي أول وزيرة مسلمة في مجلس الوزراء البريطاني عن تقديم استقالتها بسبب عدم قدرتها الدفاع أخلاقيا عن موقف الحكومة حيال ما يحصل في غزة. ليس سرا أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن غزة داخل الحكومة، وأن البارونة وارسي لديها وجهات نظر قوية حيال الأمر. كاميرون الذي أسف لاستقالة الوزيرة وارسي أعلن أن الوضع في غزة أصبح لا يطاق، مطالبا في الوقت عينه كلا الجانبين بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة. استقالة وارسي جاءت لتعزز موقف زعيم حزب العمال البريطاني إد ميليبنت أشد الخصوم السياسيين لكاميرون، الذي انتقد بدوره صمت رئيس الحكومة البريطانية عن قتل الأبرياء في غزة، وطلبه بإعلان أن العملية العسكرية الإسرائيلية خاطئة وغير مبررة. الجالية العربية والفلسطينية بدورها لم تكن غائبة عن المشهد الاحتجاجي، فقدمت خلال زيارة قام بها وفد يمثلها إلى وزارة الخارجية البريطانية رسالة احتجاج على سياستها حيال ما يحصل في غزة. قلنا له أن هنالك أولا مظاهرات في الشارع البريطاني تعدادها يفوق 100,000، وكذلك هنالك ما يفوق عن 500,000 عربي بريطاني، وهنالك أكثر من 2,000,000 بريطاني مسلم، جميعهم يطالبون الحكومة البريطانية بموقف أكثر عدالة من القضية الفلسطينية. استقالة وارسي جاءت وسط مطالبات من بعض أعضاء حزب المحافظين الحكومة البريطانية باتخاذ موقف أكثر صرامة، فضلا عن مطالبات برلمانية مجلس العموم الانعقاد بصورة عاجلة لمناقشة الأوضاع في غزة. مسسر لندن، الميادين. وفي العاصمة اللبنانية بيروت، عقد في نقابة الصحافة لقاء تضامني مع الإعلام الفلسطيني. المشاركون أكدوا دعمهم للإعلاميين الفلسطينيين واستنكارهم للانحياز الفاضح للأمم المتحدة إلى جانب إسرائيل. اللقاء الذي عقد في مقر الصحافة اللبنانية في بيروت جاء تعبيرا عن التضامن مع الإعلام الفلسطيني المقاوم الذي قدم 12 شهيدا من صحافيه، ومع قناة الأقصى التي تعرض مبناها لقصف مدمر. اللقاء الإعلامي عقد بحضور ممثلين عن القنوات اللبنانية وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، خطوة تضامنية كان قد سبقها تقديم القنوات اللبنانية نشرة إخبارية موحدة ترجمت هي الأخرى موقف الإعلام اللبناني الداعم للقضية الفلسطينية ضد همجية الاحتلال، جهود لاقت ترحيبا كبيرا لدى الشعب الفلسطيني. لكن المطلوب اليوم بحسب المسؤولين دعم أكبر وصولا إلى وقف الحصار عن قطاع غزة.
لكن نحن الآن نركز على الدعم الإعلامي لما بعد التهدئة. اليوم المطلوب من كل وسائل الإعلام دعم مشاريع الإغاثة والتنمية وبالأخص كسر الحصار من جميع الجوانب على قطاع غزة. وسائل الإعلام التقليدية لم تقم وحدها بهذه المهمة، بل دخلت على خط الدعم المعنوي وسائل التواصل الاجتماعي عبر المساهمة في نقل جرائم الاحتلال كما هي إلى الجمهور العربي عموما والغربي خصوصا. هو أنه تويتر اليوم انقلب على الوسائل الإعلام الغربية، يعني كان الصحافي مضطر يبعث رسالته أو نصه أو القطعة اللي بده يكتبها للمكتب الرئيسي يلي هو بنقح هلأ عم يكتب تويتر هو اللي عم يشوفه. إضافة إلى مواقف الدعم لصحافة الفلسطينية، دان المشاركون أيضا الانحياز الفاضح للأمم المتحدة عبر تقديمها التبريرات المتكررة لمجازر الاحتلال. وإلى لبنان، حيث أجلى الجيش اللبناني عددا من المدنيين من بلدة عرسال البقاعية، وذلك بعيد دخول وفد هيئة العلماء المسلمين إلى البلدة. كما أفاد مراسلنا قبل قليل عن إطلاق سراح 3 عناصر من القوى الأمنية المسلحون تمهيدا لانسحاب ينفذه المسلحون من عرسال باتجاه جرودها. مراسلنا نقل أيضا عن مصادر في عرسال أن المسلحين يشترطون أيضا عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على حواجز الجيش في الجرود للخروج من عرسال. محمد الساحلي ينضم إلينا من أطراف عرسال البقاعية. محمد، وفد هيئة العلماء المسلمين دخل إلى لاستكمال المفاوضات ودخل إلى بلدة عرسال، هل ما زال هذا الوفد في الداخل وما الجديد؟ كلا سلمى، عاد وفد هيئة علماء المسلمين إلى المنطقة، عادوا إلى بلدة رأس بعلبك واصطحبوا معهم 3 عناصر من الجيش اللبناني. كما ذكر لنا مصادر أن الأجواء إيجابية على أن تستكمل المرحلة الثانية من الاتفاق، على تبدأ المجموعات المسلحة بالانسحاب خارج بلدة رأس، ولكن حتى الآن المجموعات المسلحة ما زالت عدد كبير منها موجود داخل البلدة. قافلة المساعدات، الخبر الأبرز أن أهالي بلدة اللبوة تصدوا لهذه القافلة ولم يسمحوا بمرورها عبر طريق اللبوة إلى عرسال. أما بالموضوع الميداني، الهدنة ما زال الجيش اللبناني ملتزم بها، ولكن ما زالت نسمع بعض طلقات النار أو القذائف المدفعية يطلقها الجيش اللبناني في حال تعرض لإطلاق نار، إن كان على التلال خلفنا تماما حيث سقطت قبل قليل إحدى القذائف من المجموعات، لأن الجيش اللبناني هنا قد ثبت مواقعه في التلال الغربية، إن كان في سكنة 83 أو في عين الشعب ووادي الريان، بالإضافة إلى سرج حسان. سلمى، اسمح لي أن أستضيف رئيس بلدية اللبوة الأستاذ رامز أمز. أستاذ رامز، القافلة التي كانت سوف تدخل إلى بلدة عرسال عادت، لم يسمحوا لها أهالي اللبوة، لماذا؟ لأنه وقت بده يعطوا مساعدات في 3000 عائلة نزحت على بعلبك الهرمل، يعني منطقة اللبوة والعين والفيكة نزحوا وصاروا أهالينا، هودي بنعتبرهم حطيناهم بالهم واحتضناهم. المساعدات تطلع لعرسال ما عجبت النصرة وداعش، هن اللي حاطين إيدهم على عرسال، ومطرح لو في دولة نحن بنمر المساعدات ونحن بناخذهم لفوق. عندنا شبهة أهل الضيعة أهل اللبوة إنه هيدي المساعدات طالعة لداعش وللنصرة مش طالعة لأهل عرسال. إذا بعد في ناس ما وصلتهم مساعدات بأهل عرسال وأوادم وهودي مسالمين، مش ذنبنا نحن، ذنب اللي احتلوا أرضهم وهن اللي عم يغتصبوا لهم أرضهم وعم ينهبوا لهم بيوتهم. باللبوة عندكم صار في ناس من عرسال عم تنزل مدنية
طريق مفتوحة طبيعية وعندنا ناس قاعدين بين بيوتنا وبين أهلنا واعتبرينه نحن محتضنينهم، ليش ما المساعدات إجت إلهم؟ هي الشبهة إنه أنت مع احترامي للي مكبينهم إنه في غلط إنه هيدي المساعدات عم تطلع على جبهة النصرة ولا داعش، لو في الدولة بسط سيطرتها مطرح ما طالعة هاي المساعدات، بالعكس نحن شو فينا نساعد كمان بنساعد لأهلنا، هودي المظلومين مظلومين مثل ما عم ينظلم الجيش عم يظلمون هودي الداعشية والنصرة، ونحن مع أهل عرسال الشرفاء نستقبلهم ببيوتنا وأهلا وسهلا فيهم ونحن مع الدولة لآخر نفس. شكرا لك. آه. نعم. إذن سلمى حتى الآن الأجواء هادئة، هيئة العلماء المسلمين طلبت أيضا مهلة جديدة وهي 24 ساعة وقف إطلاق النار تمهيدا لاستكمال ما تبقى من الاتفاق وهو بتحرير باقي عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية المحتجزين، بالإضافة إلى انسحاب المجموعات المسلحة باتجاه جرود عرسال ومن بعدها إلى جرود القلمون. نعم محمد الساحلي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم، كنت معنا من بلدة عرسال البقاعية. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية الخاصة من غزة إلى عرسال في البقاع اللبنانية انتهت حتى الآن، شكرا لكم وإلى اللقاء.